السلام عليكم اخوتي، نلتقي في فيديو جديد. دونك طبعا نلتقي في فيديو جديد، الهدف طبعا منه هو نهضروا على سكون ابل لو دووا اوبجيكتيف. دونك اول حاجه غنهضروا على ليدونتيفيكاسيون دو لا ريغل دو دووا. شنو هما لا ريغل دو دووا؟ سي ان انسومبل دو ريغل دو كوندويت، هي مجموعه طبعا من المصادر القانونيه، مصادر سلوكيه كي غوفيرن لي ريلاسيون اونتر لي زون، اللي كتحكم العلاقات ما بين الناس. شنو خصنا نعملو شنو خصنا ما نعملوش باش طبعا النظام يسود طبعا في بلد معين. اي سامبوس ا او او بوزوان بار لو مويان دو لا كونترانت ايتاتيك. ملي كنقولو طبعا يعني ان لوتوريتي السلطه هي اللي في يدها المسطره القانونيه، هي اللي في يدها انها تحمي هاد لابليكاسيون دو لا دروات. دونك هذا هو لو دووا اوبجيكتيف. سي كوا لو دووا اوبجيكتيف؟ سي ان انسومبل دو ريغل دو كوندويت كي كوفيرن لي رولاسيون اونتر لي زوم اونتر او اي سامبوز ا او او بوزوان بار لو مويان دو لا كونترانت ايتاتيك. دونك لو دووا سوبجيكتيف ce sont des prérogatives, ce sont des avantages que le droit objectif reconnu, li ki'taraf biha le droit objectif li huwa le qanun, amma le droit subjectif kansmihom le huquq reconnu à un individu li kat'taraf bih li shakhs mu'ayyan ou li mu'assasa mu'ayyana. Il peut s'y prévaloir dans ses rapports avec les autres hommes ou li kat'fassar ou li kat'impliquer les relations entre les hommes وما بين الاشخاص. اما لو دووا اوبجيكتيف ما بين الاشخاص مع بعضهم وما بين الاشخاص والدوله. شنو هي لا فيناليتي دو لا ريغل دو دووا؟ شنو هي الغايه من لا ريغل دو دووا؟ بوركوا اون في طبعا لو دووا؟ بوركوا اون في لا ريغل دو دووا؟ دونك اول غايه هي لا سيكوريتي، الامان، سواء في لي بيان ولا لي بيرسون، سواء الامن، الامان على الممتلكات ولا الامان على الاشخاص، الحمايه الاشخاص. هناك اورغانيزاسيون ممكن تكون ايكونوميك بوليتيك اي سوسيال، السهر على التنظيم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدوله، الاستقرار دونك لا ستابيليتي. دونك هادو سو سون لي فيناليتي. دابا لي كاراتيريستيك دو لا ريغل دو دووا، شنو هما المميزات ديال اي مسطره قانونيه؟ لا ريغل دو دووا في الاول اي ابستراكت، ابستريت يعني مفتوح على كل الاشخاص، ما كتخاطبش شخص واحد. ابستريت و امبيرسونيل متشابهين جويج، اوفيرت و بليزيور بيرسون. لا ريغل دو دووا اي امبيرسونيل، ما كتخاطبش عاود شخص واحد. لا كومونيكاسيون ديالها مع الافراد ديال مع الافراد كاملين. لا ريغل دو دووا اي جينيرال، عامه. شنو المعنى عامه؟ تطبق على التراب الوطني كامله، اي سابليك سور تو لو تيريتوار. لا ريغل دو دووا est nécessaire, ضرورية pour éviter طبعا l'anarchie، pour éviter طبعا باش نتفاداو بزاف ديال الخروقات، بزاف ديال الصعوبات اكسيتيرا. La règle de droit est corrective، تصحيحية، كتصحح، permettant l'obligation ou طبعا l'origine ديالها ديما كيكون ايتاتيك، ايتاتيك نجم الاخلاق. دائما لا ريغل لا ريغل دو دووا مبنيه على سكون ابيل ليتاتيك او ميسوبليتيك، لي ريغل دوردر بيبليك، وكاين لي ريغل سوبليتيف. لي ريغل دوردر بيبليك طبعا ملي كنقولوا لي ريغل دوردر بيبليك هما القوانين اللي كتعطى للناس كاملين سون طبعا اكسبسيون، سون اكسبسيون. ملي كنقولوا لي ريغل سوبليتيف هما فاكولتاتيف. ملي كنقولوا فاكولتاتيف يعني اختياريه، فاكولتاتيف طبعا دو انتربريتاتيف، سون دي بروغاتيف لي سيستيم لي مودول جوريديك لورال اي ليكري. دابا شنو الانواع ديال الدووا؟ كاينه دووا بيبليك وكاينه دووا بريفي وكاينه طبعا دووا ميكس.
ملي كنهضروا على لو دووا كابيتال بريفي كنهضروا على دووا بريفي انترن اي دووا بريفي انترناسيونال. نهضروا في الاول على هاد لو دووا بريفي سواء انترن ولا انترناسيونال، سواء في الداخل ولا في الخارج. كيعطينا ولا كيشرحنا لي غولاسيون ما بين لي بيرسون بريفي، ما بين الاشخاص ولا ما بين الشركات. كيعتمدنا على المصالح دو بريفي بيرسونيل، المصالح الخاصه. الكاركتر الاغلبيه كيجي سوبليتيف اللي قلنا قبيلاتي، ما كيجيش عام. طبعا لي جوريديكسيون ولا لي جوريديسيير، لي جوريديكسيون طبعا المحاكم اكسيتيرا. لو دووا ميكس كمثال دووا بينال، دووا بينال دونك كاين دووا بينال جينيرال وكاين دووا طبعا بينال سبيسيال. دووا بينال جينيرال تخوا زيليمون كمثال ليغاليتي ماتيرياليتي و انتونسيون طبعا كريمينيل اكسيتيرا. طبعا دووا بينال هما طبعا داك داك شنو اسمه الخروقات اللي كتكون شويه النيفو ديالها شويه زايد، كتكون فيها نوع من الجريمه. دووا بينال سبيسيال هو دووا بينال ولكن شويه شي يقدر طبعا يمشي لو دووا بيبليك، شي شركه ولا شي حاجه. دووا بيبليك ابارتيان ا لا سوسيتي ولا دووا بريفي طبعا بروتيج لي انديفيدو. وكاين طبعا دووا جوديسيير. اذا طبعا في لو دووا، في لو دووا بريفي دوردر كاين دوردر انترن وكاين دوردر انترناسيونال. كاين دووا ميكس كمثال دووا بينال، انا طبعا دووا بينال جينيرال دووا بينال سبيسيال وكاين دووا كمثال جوديسيير. بالنسبه لي دووا بيبليك اورغانيزاسيون دي بوفوار بيبليك، هاد لو دووا طبعا هاد لو دووا بيبليك يعملوا على تنظيم العلاقات وتنظيم السلطات فيما بينها، السلطه التشريعيه، السلطه التنفيذيه، السلطه اكسترا. كي وصفنا العلاقات غولاسيون دو بوفوار بوبليك افيك لي بيرسون بريفي، كي وصفنا العلاقات ما بين السلطه وما بين الاشخاص، سواء الاشخاص او الشركات، كتسمى لي بيرسون بريفي، سواء بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال. يهتموا بالانتيغي جينيرال، يهتموا بالمنفعه او المصلحه العامه. امبيراتيف ملي كنقولوا امبيراتيف يعني بزز منك تخضع له. لي جوريديكسيون فيه احكام وفيه محاكم، جوريديكسيون ادمنستراتيف فيه مساطير اداريه. دونك دووا بيبليك انتر كمثال كاينه دووا كونستيتيسيونيل القانون الدستوري، كاينه لو دووا ادمنستراتيف القانون الاداري، وكاين دوغ فينونسي قانون الماليه صافي. وكل حاجه طبعا شكون اللي كيتكلف بها اكسيتيرا، دوغ كونستيتيسيونيل دوغ ادمنستراتيف وطبعا قلنا دوغ فينونسي بحال لوا دو فينونس. دوغ انترناسيونال بوبليك، دوغ انترناسيونال بوبليك سو سون لونسومبل دي ريغل جوريديك كي سون ركوني par au moins deux États. Droit international public ou un droit ou public ou international. Ou même je m'en m'en sater à la l'alcool qui a tâche pour vivre du doux. Droit privé interne. Droit privé interne. Ou tabac qui n'a tabac droit commercial, droit social. ملي كنقولوا دووا كوميرسيال دووا سوسيال طبعا دووا كوميرسيال كمثال كنهضروا على الفون كوميرس لو اف سي، كنهضروا على لي زيفي دو كوميرس. كاين شي امور طبعا كنهضروا عليها بزاف، دووا كوميرسيال دووا سوسيال القانون الاجتماعي، دووا كوميرسيال القانون التجاري، دووا دو لا سيكوريتي سوسيال. كاين طبعا الناس اللي مختصين في هاد دووا دو لا سيكوريتي سوسيال، اذا كانت شي اكسيدون، اذا كانت شي مالادي اكسيتيرا. دوغو انترناسيونال طبعا بريفي. كون اليا كون طبعا دي في الاخر، كون اليا ان اليمون دونتر اون او مارياج دان ماروكان اي
ان فرونسيس كمثال دوا انترناسيونال بريفي، يعني واحد كاينه شي حاجه كتدخل في عمليه زواج ما بين طبعا واحد مغربي وواحد طبعا فرنساوي او واحد ما نعرف في العمل، واحد امراه مغربيه واحد راجل من على برا، ولا واحد راجل هنا وواحد امراه طبعا من على برا. هذا كيتدخل لو دووا انترناسيونال ولكن بريفي. علاش بريفي؟ لان فقط ما بين الاشخاص. لي سورس دو لا ريغل دو دووا، شنو هما المصادر ديال القانون؟ هذا طبعا محور كبير. كاين لي سورس تراديسيونيل. اول سورس تراديسيونيل هو لو دووا ميسيون، لو دووا ميسيون اللي كنقولوا القران والسنه، لو كوران اي لو سنه. بحال ياش لودو، لو بوليغامي، لا ديسوليسيون، لا ريبيداسيون، اكسيتيرا. ملي كنقولوا طبعا كمثال الهيبات، كمثال شنو اسمه، بزاف د الامور كتتعلق بلو دغوا ميسولما، دغوا ميسولما القانون الاسلامي. كاينه دغوا كوتوميي، لي ريغل كوتوميي، القوانين، العادات، اكسيتيرا. كنقولوا العادات والتقاليد. بروسي ديريكتومون اسبونتانيمون دي براتيك بوبولير، مرتبطه بواحد البراتيك، مرتبطه بواحد التقاليد، مرتبطه بواحد الممارسات كتقوم بها مجموعه معينه متعارف عليها. متعارف عليها يعني شي امور كتعمل، بحال كمثال شي واحد خطب شي وحده، حنا كنقولوا بان هذه طبعا ديجا سنه، ديجا سنه، ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه. كاين شي امور عاود كنعملوها طبعا كون كوتيديان، كاين شي امور في الكوميرس كمثال ما كتخلصش دغيا، كتخلص على بعد شهر على شهرين. هذه معاملات كوتيميه، معاملات عاديه، معاملات مرتبطه بليزاج. هذه طبعا شنو سميناها سورس تراديسيونيل. كاينه لي سورس مودرن. شنو هما لي سورس مودرن؟ هما لا كونستيتيسيون، لا كونستيتيسيون الدستور، ال غارونتي لا سيباراسيون دي بوفوار. اول حاجه يضمن الفصل ما بين السلطات، السلطه التشريعيه التنفيذيه، التشريعيه والتنفيذيه، والتشريعيه التنفيذيه ياش بلاتي السلطه التنفيذيه، السلطه التشريعيه، السلطه مشات، السلطه القضائيه، التشريعيه التنفيذيه والسلطه القضائيه. بالنسبه للصحافه كتسمى السلطه الرابعه. إلي لا لوا سوبريم اي فوندامونتال، هو لا لوا الكبير، هو ملي غنعملوا البيراميد غادي تجبروا بان هاد لا لوا هو اللي في الراس، هو الدستور. اللي كيحترم بان كمثال المغرب دوله اسلاميه. اذا كاينه اول حاجه لو سورس تراديسيونيل اللي هو لو دوغون مسلمان كيدخل طبعا في الخط، هو طبعا والعادات والتقاليد ديال المغاربه. اذا هو لا لوا سوبريم اي فوندامونتال. شنو هو هذا؟ هو لا كونستيتيسيون. وطبعا ما تنساوش بان il vise واحد اوفيرتير انترناسيونال، كيحترم داك الامور وداك المعاهدات وداك الشيء اللي ديجا المغرب ثانيها طبعا مع دول اخرى. لا جوريسبريدونس، لا جوريسبريدونس هو الاجتهاد القضائي، هو الفقه القضائي. شنو هو لا جوريسبريدونس؟ هو مجموعه من القرارات، هو لونسومبل دو ديسيزيون بريز بار لي جوريديريكسيون، اللي تمت المصادقه ديالها، ولا اللي تم الحكم من طرف المحاكم ناسيونال، سواء المحكمه الابتدائيه، سواء المحكمه النقض، اكسيتيرا. واضحه الفكره؟ وكاينه لا دوكترين، المذهب، لا جوريسبريدونس الاجتهاد القضائي. لا دوكترين المذهب، ملي كنقولوا المذهب يعني غنهضروا على لي زوتور، اذا لونسون دي زوبينيون سور لو دووا، هي مجموعه من الاراء، هي مجموعه من النصوص اللي عملوها، سواء اللي كخدامين في الدروا ولا سو سون دي تيوريسيان طبعا في العلم ديال الدروا. لي كونترول، لو كونترول دو لو كونترول طبعا لو كونترول كي اسور لا كونفورميتي دو نو انفيريور دو نورم طبعا انفيريور او نورم انترناسيونال.
اللي كنقولوا لو كونترول هو ان كنشوفوا واش داك القوانين اللي عندك في البلاد واش كيحترموا طبعا القوانين المتعارف عليها دوليا. طبعا هذا كيتسمى لو كونترول دو كونفونسيوناليتي. لو كونترول دو كونفونسيوناليتي هو واش القوانين ديالك كيحترموا لي نورم انترناسيونال، المعايير الدوليه المتعارف بها. لو كونترول دو كونستيتيوناليتي شنو اسمه المراقبه ديال الدستوريه ديال القرارات، واش هذا القرار كيحترم القوانين ولا كيحترم الجمل اللي كاينه في الدستور، كيحترم النصوص اللي كاينه في الدستور، ولا كنقولوا غير قانوني. دونك اكزيرسي بار لا كور ابيليتي، معطيا واحد لا كور، معطيا واحد القضاء كتسمى المحكمه الدستوريه لا كور كونستيتيسيونيل. اذا اكزيرسي بار لا كور ابيليتي اللي مخوله انولي لي زان كونستيتيسيونيل، اللي ماشي كونستيتيسيون، اللي ماشي دستوري. اي قرار ماشي دستوري طبعا ممكن انها ترفضه المحكمه الدستوريه. لو كونترول دو لا ليغاليتي، لا ليغاليتي طبعا اللي كنقولوا ليغاليتي هي التشريع. تمكننا من اننا نتحقق من لا كونفيرميتي، من الانسجام ديال لي ريغلومون او نورم سوبيريور، لي ريغلومون اللي هما القرارات مع داك النص الاول. لان كيكون عندنا نص، كيكونوا عندنا مصادر قوانينيه تطبق لنا هذا النص. كمثال كاين واحد النص كيقول بان كمثال بان الامتحانات يتعملوا طبعا في 4 في الشهر، ولا الامتحانات يتعملوا في 20 في الشهر، ولا وكاين مجموعه مصادر قوانينيه كتشرحها شنو غادي تعمل، شنو غادي تعمل، هادشي اللي غادي تعمل. اذا لو كونترول دو لا ليغاليتي هو داك الكونترول اللي كنشوفوا به، واش داك النصوص القانونيه اللي انطلقنا بالنص الكبير واش هي كونفورم معاه ولا كتعارضه. اذا طبعا لونتري اون فيغور، ملي كنقولوا لونتري دو دان فيغور، كاين لونتري اون فيغور وكاين لابروباسيون، كاين جوج الامور. لونتري اون فيغور هي الدخول في حيز التنفيذ دو لا لوا، دو فيناليتي بروميلغاسيون، التشريع ملي كنهضروا على التشريع يعني في لو بارلمون يعني كنهضروا على لو فوت، كنهضروا على التصويت، كنهضروا اكسيتيرا، كنسميوها لا لوا. اذا هناك لا بريمولغاسيون وهناك لا بوبليكاسيون، النشر في الجريده الرسميه. اذا لا بوبليكاسيون جينيرال، واضحه الفكره. اذا لونتري اون فيغور خصها تكون اون بروميلغاسيون، خصو يكون نص قانوني شرع ونص قانوني نشر. اذا باش يدخل حيز التنفيذ خص جوج ديال لي فيناليتي، خصو يكون ديجا وقع له لا بريمولغاسيون وقعت له لا بوبليكاسيون. شنو هي لابروغاسيون دو لا لوا؟ ملي كنقولوا طبعا لابروغاسيون دو لا لوا هو الانتهاء من القانون، النص القانوني صافي ما بقيناش خدامين به. دونك لابروباسيون اكسبريس لا لوا سيبوز لو تيكست نوفو ديسيد دابروجي كيلكو بوزيسيون اونتيريور، يعني واحد النص جديد كيحاول ما امكن انه يسوبريمي داك النصوص القانونيه اللي قبل منه. كمثال لا كونستيتيسيون ديال 2001 مسحات داك الامور طبعا، ولا تخلينا على الدستور 1990 وبدينا كنطبقوا طبعا 2004. اذا هذا كيتسمى ابروغاسيون، ابروغاسيون يعني ديجا تخلينا على نص قانوني وبدينا كنطبقوا نص قانوني اخر. كما طبعا كتشوفوا لا لوا ريسونت ا ابروجي لا لوا اونسيان، لا لوا جديد ابروجي انولا لا لوا القديم. دونك كاينه لابليكاسيون دو لا ريغل دو دوغ، دابا قلنا كاينه طبعا لابروغاسيون وطبعا لونتري اون فيغور. يعني هذا شنو كنهضروا، هذا كنهضروا على الوقت، هذا كنهضروا على الوقت.
Donc, kima katchoufou, l'application de la règle de droit dans l'espace, elle s'applique sur l'ensemble de la territoire. Yartabit, tatbiq ala l'hayis tourabi sur lesquels elle exerce la souveraineté capitale marocaine. L'hayis tourabi, dial le chni ismo, dial le hukm le maghribi. Ou le même la kal maghribi. L'application dans le temps, deux principes. L'abrogation, ou l'entrée en vigueur. Donc, les deux principes qui sont le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. دونك طبعا ملي كنقولوا طبعا نو ريو اكتيفيتي هي عدم الرجعيه، يعني ان النص القانوني دابا يطبق على الامور دابا، ما يمكنش تعملي نص قانوني دابا، هي كاينه كيلكو اكسبسيون، هي كاينه استثناءات، ولكن اغلبيه النصوص القانونيه كتكون عدم رجعيه، يعني ملي كيطبق القانون كيطبق القانون على الامور الجديده، ما كيطبقش القانون على الامور القديمه لانه هو قانون جديد. كمثال جا واحد النص كمثال في 2016 بالنسبه للناس ديال البكالوريا بان الناس ديال البكالوريا اي واحد باغي يعمل بكالوريا حريه اي واحد باغي يعمل بكالوريا حره خصو طبعا يقدم طلب في شي شعبه اخرى. هذا ما كيعنيش بان هذا النص هذا اي واحد ديجا قبل من هذا النص هذا قدم في شي شعبه من الشعبه ديالو دا فيها بكالوريا غاتانيونالو نو no. علاش؟ لان كاين لو برانسيب دو لا نون ريو اكتيفيتي ريترو اكتيفيتي، يعني ان النصوص القانونيه تطبق على الحالات الجديده اللي كتجي من بعد ماشي الحالات القديمه. وطبعا غنهضروا طبعا على لا كوهيرونس هو التوافق، وغنهضروا طبعا على اللي قلنا قبيلتي كاين كوتيم ايزاج اي جوريسبريدونس، يعني كاين تقاليد وهناك فقه اقتضادي فقه قانوني، هنا جوريسبريدونس هو مجموعة من الأحكام اللي تعطات في المحاكم اللي كتحول نصوص قانونية. كاين لي ريغلومون المصادر التشريعية اللي مرتبطة بواحد لا لوا لا لوا الشرح ديالو التطبيق ديالو هو داك الريغلومون. وطبعا تريتي انترناسيونال، طبعا لي تريتي انترناسيونال المعاهدات الدولية، وفي الراس كتجي لا كونستيتيسيون اللي هو طبعا الدستور. في أي مرحلة من هذه المراحل ممكن يتدخل الظهير باش يحاول ما أمكن أنه يعمل تنسيق أو الانسجام ما بين هذا الأطراف، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال المكونات ديال اللوا. وطبعا لورغانيزاسيون جوريديك طبعا اللي غتبقى هي طبعا الانواع ديال لي تريبيونو، الانواع ديال المحاكم اكسيتيرا، هادو طبعا هما اللي غادي تبقى لنا في هاد لا فيديو. دونك لا جوريديكسيون دو دووا كومان، المحاكم ديال لو دووا كومان القانون العام. كاينه طبعا لا تي بي اي، كاينه لا سي ا، كاينه لا سي سي، كاينه 3 جوريديكسيون. لي تريبيونو دو بروميير انستانس، لي تريبيونو دو بروميير انستانس جو بونس هما المحاكم الابتدائيه. طبعا ها مين كتكون؟ طبعا ان بريزيدون، ماجيسترا دو سياج، وكاينه ماجيسترا سوبليون. هذا طبعا عبارة عن محاكم طبعا فيها أمور، طبعا في أمور تنظيمية محضة، كل محكمة وشكون اللي كيترأسها اكسيتيرا، أمور مزيونة بزاف. هنا ممكن ترجعوا لها طبعا لأن هادشي كامل كيتحفظ، لأن أمور فحال مكونات ديال البرلمان، ها شحال فيها، ها المحكمة ها شحال فيها، ها شكون اللي كيترأس هاد المحكمة، هذا شنو كنسميوه، هذا شنو كنسميوه طبعا لو برومي بريزيدون، لو مينيستر بوبليك اكسيتيرا، مجموعه من الامور مزيونه هنا.
طبعا وطبعا لي جوريديكسيون طبعا ديكسيبسيون طبعا لي جوريديكسيون طبعا المحاكم الاستثنائيه اللي ديجا حنا ما بقاتش عندنا كتما محاكم ولا المحاكم العسكريه او محاكمه الطوارئ اللي هي الاستثنائيه ما بقاتش عندنا قليله. نتمنى طبعا هاد لا فيديو يكون الاعجاب ديالكم خوتي، نتمنى لكم التوفيق خوتي، نتمنى لكم ان شاء الله في هاد الموديل تخدموا مزيان، تشحطوا مزيان، تحفظوا، وان شاء الله يجيب الله التيسير وتخدموا مزيان، وان شاء الله تجيبوا واحد المعدل ان شاء الله مزيون. نسالكم الدعاء خوتي، حاولنا ما امكن اننا نسنسوكم مع الموديل شويش تتنسوا معاه، وان شاء الله يكون خير وتجيبوا طبعا شي معدل مزيون، الله يوفقكم ونسالكم الدعاء.